مساء الفل عليكم كل سنة وانتم طيبين خلاص بقى ايام وندخل على صوم العذراء تعالوا النهاردة اعمل لكم اكلة تقريبا بعتمدها طول الصوم سواء صوم العذراء واي صوم تاني لانها حلوة جدا وطعمة قوي قوي وبصراحة تفتح النفس جدا بس انا بعملها بتكنيك يبقى مفوز زيت يعني مش مزيتها ما فيهاش دهون كتير طعمها حلو وريحتها بقى مش عايزه اقول لكم على ما اظن كده شكل الطاجن كده من بعيد يبقى تحفه تعالوا بقى نقرب ونشوف الطاجن من جوه شكله ازاي ومعمول بايه لان بجد الطاجن ده خرافه صيام بقى افطار حلو قوي اقتصادي جدا يا جماعه وعايزه اقول لكم اهم حاجه فيه انه انه ينفع يتاكل بالعيش وينفع يتاكل بالرز وينفع يتاكل كده لو انتوا مثلا عاملين دايت ومش عايزين تبوظوا الدايت اثناء الصيام يعني من الاخر مالكومش حجه ان انتوا تدخلوا المطبخ دلوقتي وتعملوا الاكله الخطيره جدا دي يلا نشوف عملنا المسقعه الحلوه بتاعت المطاعم ازاي وشويه تكات حلوه كده هنعملها فيها هتخلي طعمها يروح في حته تاني خالص خالص بس لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك تفعلوا الجرس على كلمه الكل هتلاقوا اشتراك تحت الفيديو على طول باللون الاحمر هتدوسوا عليها وتفعلوا جنبها الجرس على كلمه الكل وما تنسوش بقى لايك للفيديو وشير عشان كل الناس تشوفه اكتبوا بقى بتتابعوا القناه منين وايه الوصفات اللي عايزين تشوفوها الفتره اللي جايه ويلا نبدا اول حاجه انا جبت بصلايه كده حلوه وبدات ان انا قسمتها نصين بدات ان انا اقطعها رفيع على قد ما اقدر يعني مش هقول لكم تفرموها ناعم قوي بس على قد ما تقدر تمام وبعد كده هتجيبوا طماطم وتقطعوها بالشكل اللي انتم شايفينه على فكره الوصفه دي هنحتاج منها نوعين من انواع التقطيع يعني هنحتاج تقطيع ترانشات وهنحتاج تقطيعه اللي هي الرفيعه دي بتاعه التسبيكه لان احنا كده هنعمل الوصفة بس احنا الحلو فيها بقى ان احنا نعملها في حاجة واحدة يعني في طاجن او في صنية مش هنحتاج بقى مواعين كتير ولا حلل ولا الكلام ده خالص فتعتبر كده اكلة حتى شايفين انا بحط كل الخضار اهو في طبق واحد واسع عشان انا مش ايه مش عايزين بقى النهاردة نتعب نفسنا في المطبخ كتير ومواعين كتير بس نطلع حاجة يعني بعد الكلام ده كله مش نطلع حاجة اي كلام لا بنطلع حاجة طعمها حلو كل اللي يشوفها يحس ان هي متعوب فيها ومعمول فيها حاجات كتير مع انها بسيطة جدا هنبتدي يعني برضو ان احنا نجيب فلفل كده وانا بستخدم دايما الفلفل الرومي في كل الوصفات الصيامي اولا الفلفل يا جماعة مضاد حلو جدا للأكسدة وكمان طعمه بيدي طعم ومذاق وريحة مميزة لأي طبق بيتحط فيه فالفلفل ده تعتمدوه دايما في كل وصفاتكم وطبعا حطوا فلفل حامي علشان الفلفل الحامي بيعلي الحرق وكمان بيطع... بيخلي الأكل طعمه حلو ده أساسي وبعد كده بجيب هنا الصويا انا هنا الصويا دي اختيارية يعني انتم مش عايزين تحطوا صويا مفيش مشكله بس انا مش حاطه كتير واحنا مش بنعملها كل يوم عشان الناس اللي هتطلع تقول لي الصويا والهرمونات والكلام ده بصوا يا جماعه احنا مش بناكل صويا كل يوم وبعدين الصويا مش مضره مش مضره خالص انا كل اللي مستخدماه هنا حوالي نص كوبايه من فول الصويا حطيت عليها ربع كوبايه من الميه وقلبتها كده بس انا مش مش, مش لا مستخدمه صويا كتير وبعدين الطاجن ده هياكل فيه اربعه فانت يا دوبك هتاخدي معلقتين من الصويا مش مضره ولا بالنسبه للحوم المصنعه الكتيره اللي احنا بناكلها وثلاث ارباعها بيكون صويا يعني دي برضو هتبقى مضره ودي مش مضره اكيد لا طبعا هنبتدي هنبتدي نعمل الفول الصويا كده بنحط له ربع كوبايه ميه وبحط له مرقه انا دايما بحب احط له مرقه خضار عشان خاطر في سنه زفاره كده بتبقى في الفول الصويا المرقه دي بتضيعها خالص بتخلي طعم الفول الصويا مميز جدا وحطوها وهو بيستوي يعني حطوا المرقه اثناء ما الفول الصويا بيستوي تمام مش بعد ما يستوي بعد كده هتجيبوا هتشيلوا الفول الصويا من الطاسه وبعد كده هتحطوا معلقتين من الزيت بالشكل ده وهتحمروا فيهم بصلايه وفلفلايه يعني انا هستخدم نص بصلايه كده صغيره وكمان فلفلايه كده حاميه على فلفلايه رومي واشوحهم في معلقه زيت عايزه اقول لكم الى قدر الامكان عايزه اعمل شويه وصفات صيامي يبقوا ما زيت يعنى لا بالكتير خالص نستخدم تلات اربع معالق زيت في الاكله كلها ليه عشان الدنيا حر يا جماعه ما يبقاش حر وكمان زيت كتير فاهميني وكمان عشان الناس اللي عايزه تخف الزيت وتخف الدهون ده الفول الصويا خلاص كده استوى هحط بقى الفول الصويا على الفلفل والبصل اللي انا شوحتهم بمعلقه الزيت واديهم تقليبة خفيفه كده عشان دلوقتي هضيف بقى البهارات بتاعتي بهارات الصيام دي بقى طعمها حلو وكمان بتدي للاكل تيست عالي قوي انا دايما بحب احط كمون وبحب حط كزبره مطحونه او حب اي حاجه منهم ملح وطبعا ملح وفلفل وبحب دايما في الاكل الصيامي اضيف بابريكا بابريكا دي بابريكا دي بتبقى تحفه جبت طماطمايه كده وقطعتها آه تقطيعه حلوه وبدات ان انا احطها على الخلطه اللي انا عاملاها طماطمايه واحده ومش هحط طماطم كتير عشان عايزه الـ الـ الحشوه من جوه تبان يبان فيها الاكل يبان فيها الصويا ويبان فيها الفلفل والكلام ده اكتر من الطماطم والتسبيكة. دي التوابل اللي انا حطاها وزي ما قلت لكم دي شكلها بحط معلقه حاجات صغيره يعني نص معلقه نص معلقه عشان ايه الاكل يبقى مظبوط ما يبقاش مالح ما يبقاش كمان دلع يعني وبعد كده ببتدي ان انا اديهم دقيقتين كده تشويح على النار وبعد كده اطفي البوتاجاز واحطهم على جنب حلو الكلام خلاص هما كده استووا زي الفل مش هيستوي اكتر من كده فما تسيبوهوش عشان ما يلزقش في الطاسه منكم هنجيب دلوقتي بطاطس آه انا هستخدم في الوصفه دي حوالي بطاطسايه ونص او بطاطسايه بطاطسايه ونص كبيره او بطاطسايتين صغيرين تمام بس بقطعهم حلو يعني رفيع كده مش مش عريض بجيب برده بتنجانه وبرده بقطعها كده نفس تقطيعه البطاطسايه كله ترانشات يا جماعه تمام آه لو عندكم اي خضار وعايزين تضيفوه ما فيش مشكله يعني هو آآ آآ الاكل عامه بيبقى ازواق انا عامه بحب دايما اضيف كل الخضار مش بسيب اي خضار عندي في التلاجة جبت فلفل بصوا انا لو عندك اير فراير وحابه تشوحي فيها الحاجات دي اوكي لو عندك جريلا برده ما فيش مشكله لو ما عندكيش الاثنين وعايزه تشوحيهم بقى كميه زيت هتحطي بس يعني انا شايفين انا حاطه ثلاث معالق زيت بالظبط في طاسة سخنتها بحط الحاجة بديها لون انا مش بقليها يعني انا لو جيت مثلا اكلت من البتنجان ده هلاقيه ني من جوه هو بس انا اديته تحميرة بس من بره لكن هو من جوه ني وما زالت برضو البطاطس من جوه نية بس انا بديهم تشويحة طب ايه يعني ايه الحلو في التشويحة دي بصوا دي مش بتخليها تبقى مسلوقة يعني لما نيجي نحط الطاجن كده ونظبطه لما نيجي ندوق طعمه مش بنلاقيه مسلوق لا بنلاقيه محمر بس كمان مش شارب زيت فدي الفكرة الحلوة كل الخضار اللي عندي بطاطس وبتنجان وفلفل فلفل قسمته نصين كده عشان يبقى ايه شوح من كل ناحيه وده عصير طماطم تقريبا كده آه طماطميتين آه كبار عصراهم بس بنص كوبايه ميه فالعصير عشان كده شايفينه تقيل ده شكل الخضار اهو شايفين وده الفول الصويا انا بديله ضربه على فكره في الخلاط بعد ما بخلص خالص في الكبه عشان بس يظبط الدنيا انا عملته في طاجن وعملت في صينيه بس عشان مش كل الناس عندها الطواجن فانا هوريكم واحده في طاجن صنية صينيه كمان عشان لو تحبوا كده او كده بتنظموا الخضار بالشكل اللي يتراءى ليكم انا هنا حاطه فلفل وبعد كده حاطه بطاطس وبعد كده حط البتنجان وبعد كده هبتدي طبعا بس لا اهم حاجه واحط كمان شرايح طماطم بالشكل ده اعمل كده اخفي سطح الصينيه من تحت خالص وفي النص كده ببتدي انزل بالحشوه تمام اغطي كده احط كميه حلوه من الحشوه في النص ونفس الترتيب برضو ولو الطاجن الطاجن او الصينيه نفس الفكره مفيش اي اختلاف ونرجع نعيدهم كمان مره تانية من فوق وبعد كده بقى بنسقيهم بايه بصوص الطماطم اللي احنا عاملينه بنحط فيه ملح يعني ربع معلقه ملح وربع معلقه سكر ومعلقه خل ده لصوص الطماطم معلقه ملح ومعلقه خل ومعلقه سكر وبعد كده بسقي بيه الصوص بالشكل ده وبعد كده بحطها في الفرن بتاخد تقريبا نص ساعه وبكون فاتحه الشوايه فوق وتحت بس كده بتبقى سهله وبسيطه وسريعه وحلوه جدا جدا اعملوها هتعجبكم قوي قوي لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش بقى تعمل لايك وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل استنوني في كل يوم ان شاء الله في وصفه صيام جديده هتعجبكم باذن الله كل سنه وانتم طيبين وهسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك عشان تشتركوا فيها اشوفكم دايما يا رب على خير قريب